أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الآخر: امرأة نزل عليها الدم وهي في طواف الإفاضة ولم تخبر وليها حتى عادت إلى بلدها، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. والله هو غير صحيح، وهو باق في ذمتها وحجها لم يكمل، فعليها أن تعود، يعود بها وليها ومحرمها إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة، تؤدي طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج وهو باق في ذمتها، ولا يتم حجها إلا به. وإن كان حصل عليها جماع في هذه الأثناء فإنها يجب عليها أيضا أن تذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء والمساكين في الحرم. نعم.